دي ملامح حركيه. نشكر المدير وكل الناس اللي داروا كنشكر الناس اللي داروا هادشي بوسيبل باش نجي هنايا ونشارك في هاد الانشطات كلهم اللي كاينين. كاين لا دانس، كاين الغناء، كاين بزاف ديال الاكتيفيتي. وكنطلب اطفال اللي بغاو يجيو هنايا مرحبا بهم. الناس ظريفين والله يخليهم ليطول عمرهم. وانا فرحانه جيت هنايا، ندوز بزاف ديال الانشطات وكنغكوموندها بزاف. هاد العام هذا عجبني المخيم بزاف. اولا عجبوني الورشه ديالو كورشه الرقص، الغناء، المسرح، الرسم والسمع البصري. وكذلك عجبوني الخرجات ديالو كالمسبح، البحر، سوق المشتريات، حوض التلافين، حديقه التماسيح، واكوا بارك، وتلفاغيك. كنبغي نشكر بزاف المدير العام الامن الوطني اللي تاح لي هذه الفرصه لانني نجي لهذا المخيم الرائع. وكنبغي نشكر والديا حيت صيفطوني براحه البال ديالهم، وبالاضافه للطاقم التربوي والاداري اللي سهروا على هذا المخيم باش يكون في احسن حله. وكذلك ما نساش المؤطره ديالي اللي خلاتني ندمج مع الاطفال مزيان ونولف هذا المخيم. وان شاء الله كنتمنى نرجع العام الجاي والاعوام القادمه. في اطار العنايه والاهتمام الذي ما فتئ يوليهما السيد المدير العام الامن الوطني ومراقبه التراب الوطني للجويد وتنويع الخدمات الاجتماعيه والتربويه الموجهه لابناء وايتام اسره الامن الوطني، عرفانا بالتضحيات الجسام التي يقدمها رجال ونساء الشرطة في سبيل أداء واجبهم المهني، وعلى غرار مدن بوزنيقة، إفران وتطوان، تنظم المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الشرطة برسم سنة 2024 مخيما صيفيا بفضاء مركز أتلانتيكا بارك بشاطئ إيموران أكادير. تماشيا مع الرؤية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الرامية إلى عقلنة وترشيد استعمال الثروات المائية وحسن توظيفها، اختارت مؤسسة محمد السادس الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني كشعار للمخيم هذا الموسم: معا من أجل حماية ثرواتنا المائية. الهدف منه تكوين جيل واعي بأهمية الماء وكيفية الحفاظ عليه. وقد استفاد الأطفال خلال هذه المراحل الأربعة من عدة أنشطة تربوية وترفيهية مثل ورشة الموسيقى، ورشة المسرح، ورشة السمع البصري، ورشة الفنون التشكيلية، ورشة التعبير الجسدي، ورشة الفنون البحرية. وكذلك استمتعوا بعدة خرجات كالذهاب إلى شاطئ إيموران المطل مباشرة على المخيم، وكذا الاستفادة من المسبح المتواجد داخل مركز التخييم ومسبح أكوا بارك، وزيارة المعلمة التاريخية قصبة أكادير وفلا، المدينة القديمة التي تنقلوا إليها الأطفال على متن عربة التليفيريك، ثم زيارة حوض الدلافين والاستمتاع كذلك بجمال منتجع حديقة التماسيح، إضافة إلى القيام بخرجة المشتريات بسوق الأحد لمدينة أكادير.